لا يعرف أهالي غزة الاستسلام أبداً رغم قساوة ظروفهم. هنا طبيب رفض أن يرضخ لواقع فرضه عليه الاحتلال الإسرائيلي بقصف عيادته الخاصة ليجعل من هذه الخيمة مقراً جديداً لعمله. يؤكد هذا الطبيب أن اليأس لا مكان له في حياة الشعب الفلسطيني، استخرج ما استطاع من معدات عيادته المدمرة، نصب هذه الخيمة رغم ما واجهه من صعاب، تحدى ظروف الحرب وباشر عمله مجدداً ليؤكد أن أهالي غزة يجدون حياكة خيوط الأمل حتى لو تعاظمت معاناتهم. يعني إحنا مولودين في بلد خلقت للكفاح وعدم الاستسلام، وإحنا بالنسبة لنا الشباب أخذنا هذا الإشي من بلدنا ومن وطننا، من بلدنا غزة برضو اللي احنا عايشين فيها. بعد 6 شهور من الحرب والحاح الناس يعني، وكتير بجونا دكتور سن اسناني بجوني، وبصراحة كمان كان فيها ضرر كتير قوية في المركز تبعي نتيجة الاستهدافات اللي صارت في وسط دوار انصارات، اثر كتير كبير على عيادتي وعلى مركزي. فمن هنا اجتني فكرة خيمة الاسنان، قلت ليش ما اروح استصلح الكرسي من كراسي اسنان المركز تبعي، أفكه وأجيبه هنا على وأعمل لي خيمة وأضبطها. يتردد الناس على هذه العيادة المؤقتة، ربما بالنسبة لهم لاستغراب من واقع إقامتها، لأن الخيام أصبحت جزءا أساسيا في حياتهم. اليوم تعتبر مأواهم بعد أن دمر الاحتلال مساكنهم، لتصبح الخيام أيضا مقرا لتقديم الخدمات العلاجية، خاصة بعد خروج عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة نتيجة تدمير الاحتلال الممنهج لها. بظل الظروف الراهنة وصلت بألم في أسناني، توجهت لمستشفيات الحكومية، مستشفيات الحكومية خارجة عن الخدمة والعيادات ما فيش فيها خدمة تكفل المرضى، فبالتالي توجهنا لإيش؟ لأطباء خاصين. عرفت الدكتور نجدت كونه كان من أحد جيراننا في المنطقة وتوجهت له، فعرفت أنه مركزه تضرر في النصرات بأثر القصف الموجود، ونقل عيادته في داخل خيمة اللي انتم شايفينها، يعني أبسط المكونات، قدر يعمل شيء يخدم فيه أبناء شعبه. العمل بظروف كهذه ليس من السهل، توفير المستلزمات الطبية والكهرباء يحتاج لكفاح كبير، ونتيجة لكفاحه عاد طبيب الأسنان نجدت صقر العمل في مهنته لتقديم الخدمة العلاجية لعشرات الفلسطينيين الذين أصبح تلقيهم للعلاج قطعة من المعاناة. مازن بالبيسي، وكالة تسنيم الدولية، غزة، فلسطين المحتلة. فالوضع مأساوي وكارثي على الصعيد الصحي في غزة، في مدينة غزة وفي شمال غزة. فيعني احنا نطالب جميع بالدعم القطاع الصحي في كل غزة، في كل قطاع، لكن وخصوصا في محافظة